بلي حكايه سريه باش نمشي. معناتها فما فنانه تونسيه بدات تقرب لك بطريقه غريبه شويه، وانت حسبتها تحب تحرق المراحل هكا تولي اصحاب يا اخي. منين جبتها الحكايه؟ اي انا وصلت لك للشطر. الشطر بالحق نوفل، منين جبتها الحكايه؟ خاطر عندنا صحافي معنا في وصحفيه جابوا الاخبار. بالحق الحكايه راهو في بالو فيها حد. اي ما الانفستيغاسيون مالا هذيك الاعلام. احكي لي الحكايه الكل. انت خايده حبت تتقرب لك يا اخي، شنو صار؟ اي تعرفت على فنانه مؤخرا حبت تتقرب لي بسرعه، دايوغ انا سما تحب تكسب ثقتي، ديما تكلمني ديما الي بريزونت وكل. بعد اقترحت عليا باش نطلعوا لبلاد اخرى، معناتها دوله اخرى مقابل مبلغ مادي. باش تعرفني على شكون. اي رفضت قلت لها يا بنتي راهو انا جون سي با كوم سا، انا عندي احترام للذات. تعرفك على شكون مقابل مبلغ مادي؟ مقابل مبلغ مادي. قداش المبلغ؟ مبلغ مادي كبير كبير. في اعطيني في تقريبا 600 مليون. ليكيفالون. باش تقطعوا على الليزينغ. 600 مليون دونك سامحني. باش تتعرف على شكون من غير ما ندخلوا في تفاصيل، واضح تعرف شنو باش يكون. دونك انا رفضت. قلت لها معناتها انا ما نشوفش، مانيش هكا وتربيتي مش هكا، وما نشوفش انا عندي احترام لذاتي ولعائلتي ولبنتي اللي ديما نرجع ونقول وما نسمحش روحي. يا بنتي بعدني. قالت لي انت توا في الظروف هذه، توا فما شكون يرفض مبلغ هكا وفي موا كونفيونس. قلت لها انا كونفيونس ما بعدتني، ولات كاريمون جو سوبي ان هارسيلمون دو سابار. ما بعدتني لما هددتها باش نشكي بها، معناها هددتها اني باش نشكي. ولتوا دايوغ ما معروفه الفنانه؟ معروفه لا علينا فيها. لا ما نقولكش قول اسمها، معروفه يعني صف اول. من غير ما ندخلوا في الديتاي دايوغ انا ما واضح.